بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر السيد رئيس جامعه المنزل على التنظيم ديال هذا المهرجان اللي هو النسخه ديالو الاولى. كنشكر السيد رئيس غرفه صناعه التدريب ديال جهاز كاس على تنظيم هذا المهرجان اللي هو على تنظيم هذا المعرض ديال الصناعه التدريبيه اللي هو بالنسبه للصناع كيروجوا المنتوجات ديالهم وتعريف المنتوجات الاقليميه والمحليه. وحنا بالنسبه عندنا كغرفه يعني كنعززوا بهذه التظاهره هذه اللي خلات التصنيعيه يروجوا المنتوجات ديالهم. وما ننساوش نشكروا السيد عامل اقليم صفرو على المجهود اللي كيبذل مع الصناع التقليديين والسيد الكاتب العام حتى هو بالنسبه للمجهود اللي كيبذل أجل الصناع التقليديين والصناعة الإقليمية كاملة. وبالنسبة عندنا هنا في المنطقة السيد باشا مدينة المنزل المشكور هو السيد رئيس الدائرة والسيد قائد قيادة سوريا صغار هو السيد محسن بوسيا الخليفة ديالو. وما نساوش السي محمد عليا خليفة السيد القائد. هاد الناس هادو كنعتبروهم بحال بغات تكون كصناع تقليديين كتجيهم واحد الغيره يعني داك الشيء غريب اللي كنشوفو منهم كيدعمونا 100% بحال بغات تقول ما يبغيوش الشعره ترجع تزرع الصانع التقليدي. وشكرا.